السلام عليكم، صباح الخير. وحشتوني جدا، انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم فيديوهات. ان شاء الله النهارده هتكلم معاكم عن فيديو حلو جدا. اولا خلينا نعمل نسكافيه. نصايح اتعلمتها من جدتي، وهي نصايح متوارثه، وهي اللي بتحلي دايما الاكل. عشان كده عايزاكم تتابعوني للاخر وتعرفوا معايا النصايح دي. النصايح دي في بنوتة طلبتها مني، عشان كده انا قررت ان انا اعملها لكم، ورب تعجبكم. وبس يلا بينا. اول نصيحه، علشان تعرفي تظبطي معيار الرز، هتجيبي كوبايه معيار من العاديه اللي بيبقى فيها خطوط، وهتحطي فيها الرز، وهتستخدميها كمعيار. معيار الميه قد معيار الرز بالظبط، او ممكن تستخدمي اي كوبايه عاديه. هتعرفي تظبطي مقدار الرز بالظبط، وعمره ما يعجن منك. عمرك مره دخلتي المطبخ واكتشفتي ان مفيش شعريه، ومفروض انك تعملي رز بشعريه ومعرفتيش تتصرفي؟ الحل انك تستخدمي لسان العصفور بدل الشعريه، برضو تحمري وتحطيه بنفس المقدار اللي كنت بتحطيه للشعرية. صحيتي في يوم واكتشفتي ان انتي نسيتي تتبلي الفراخ. سهلة، هاتي بصلة كبيرة وملح وفلفل، واضربيهم في الخلاط لحد ما يبقوا مية. وبعدين حطي عليهم معلقة خل كبيرة، وحطيهم مع الفراخ وغطيهم كويس جدا، وحطيهم جوه الفرن. وبعد تقريبا 10 دقايق او 15 دقيقة طلعي الفراخ وحطي عليها الخضار اللي انت عايزاه والصلصة والشوربة، وهتبقى كأنها متبلة من امبارح بالليل. كل مرة بتعملي فيها المكرونة بتعجن منك، بسيطة هقولك الحل ومنتهى البساطة. هتحطي المية وتحطي فيها ملح بس، من غير ما تحطي زيت او تحطي اي مكونات تانية. تستني المية لحد ما تغلي خالص، وبعدين تحطي المكرونة وتقلبيها تقليبة واحدة، وتغطيها وتطفي النار، وبعدين كمان شوية تفضلي تقلبي تقلبي لحد ما المكرونة تبدأ تستوي. وساعتها هتطفي النار وتحطيها في حمام مية بارد، او انك تغسليها على طول على مية ساقعة. وبكده المكرونة هتكون طرية في ايدك مستوية، وكمان ممكن تكمل سواها في الصلصة او في البشاميل على حسب ما انت عايزة. كل مرة بتعملي فيه البشاميل عمره ما بيظبط، وعمر طعمه ما بيطلع حلو. هقولك على الطريقة. اعملي البشاميل بالطريقة العادية، معلقتين سمنة وكوباية دقيق، وحمريهم وحط لهم ملح وفلفل، ولازم يكون جنبك لبن سخن. اول ما الدقيق يتحمر حطي اللبن السخن عليه، وقلبي على طول لحد ما يتقل معاكي. وبعدين سيبي البشاميل لحد ما يبرد، وحطي عليه كوباية لبن بارد، لازم يكون بارد، وحطي بيضتين كمان وقلبيه كويس، وسيبيه لحد ما يرجع يمسك تاني كأنك لسه شايلاه من على النار. وبعدين حطيه على المكرونة وهتلاقيه طعمه تحفة. كلتي مرة في محل بره ولقيتي طعم اللحمة المفرومة مختلف تماما عن اللي انت بتعمليها في البيت، وطعمها احلى؟ هقولك على السر. السر ان انت هتجيبي معلقة سمنة كبيرة،
وبصله هتحمريهم وتحطي عليها ملح وفلفل، والسر هو معلقه الشطه الحمراء او فلفل احمر طازه انتي ومزاجك. وبعدين تحطي اللحمه، لو كانت متجمده مفيش مشكله، هتغطيها كويس وتقلبيها كل شويه لحد ما تستوي، وبكده هيبقى طعمها زي المحلات بالظبط. بتشوفي في الاعلانات بيطلعوا حته المكرونه بشاميل حته واحده، عمرها ما بتفرط منهم زي ما بتفرط عندنا في البيت. هقولك على السر، سر انك هتجيبي الصينيه وهتحطي في الصينيه من تحت شويه بقسماط بانك كانك بتبطنيها زي ما بتعملي الكيكه، وتحطي المكرونه وتحطي فوقيها بشاميل سايب او بشاميل لبن يعني خفيف، وبعدين تحطي فوقيه اللحمه، وبعدين تكملي مكرونه وبعدين بشاميل، وتحطي جبنة أو أي حاجة على الوش. تحطي مكرونة في الفرن وتسيبيها 15 دقيقة من بعد ما تطلع من الفرن، وقطعيها وبألف هنا وشفا. كلتي بره أو عند صاحبتك أو عند حماتك محشي وكان طعمه تحفة غير اللي انتي بتعمليه في البيت؟ هقولك السر فيه. السر ان انتي هتحتاجي الطماطم طازة، وهتحتاجي كمان للنعناع طازة، وهتحتاجي البهارات المحشي. زمان بهارات المحشي كانت مكونة من كمون وشطة وفلفل وملح، دلوقتي ممكن تلاقيها عند اي عطار. هتضربي التلاتة دول مع بعض في الخلاط وتحطيهم مع تسبيكة المحشي لحد ما يستووا، وبعدين تطلعيهم وبعدين تعملي بيها المحشي. وانتي بترصي المحشي حطي تحت طماطم واسقي المحشي بشوربة كويسة جدا، وبكده هتلاقي المحشي طالع بأحلى طعم ويمكن أحلى من اللي انتي كلتيه بره كمان. وبكده اكون قلت لكم 8 نصايح اتعلمتهم من جدتي. النصايح دي هتفيدكم جدا وهتوفر عليكم حاجات كتيره جدا. ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتدوسوا لايك وتقولي رايكم في الفيديو وتسيبولي كومنتس تحت، وكمان تتابعوني على السوشيال ميديا. والسلام عليكم.